الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وزارة الأوقاف تواصل مسيرتها في لحوم صكوك الأضاحي. وصلنا اليوم 2 طن من اللحوم. جملة ما وصل إلينا في محافظة مطروح 8 أطنان. إن شاء الله تصل المستحقين بكل عزة وكرامة. اللجنة مجتمعة وسادة الأئمة الحضور إن شاء الله. بفضل الله تبارك وتعالى ومنا اليوم السبت 25 أغسطس 2020 وصلت الآن الدقعة الخامسة من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف وقدرها 3 أطنان، ليصل إجمالي ما تم وصوله حتى الآن إلى محافظة الضفالية 16 طنا من لحوم الأضاحي إنتاج مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف والذي تتبناه وزارة الأوقاف على العام الخامس على التوالي برعاية تتقدم بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا الجهد المبذول. والآن تتم تسليم وتوزيع الكمية على الإدارات الفرعية لتوصيلها إلى الأسر والمستحقين الشرعيين لها. وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحيم اليوم الموافق 29/8/2020 تأتي إلى مديرية أوقاف الشرقية من قبل السيد الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف، ونحن في استقبالها اليوم بقيادة فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وفضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وفضيلة الشيخ خالد شجر مدير الدعوة والتفتيش العام بالوزارة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سيد خالد محمد، جاي من الشركة المصرية محمل 4 طن لحمة من البساتين إلى بني سويف.